صباح الخير. هاي ستيفاني. كيفك اليوم؟ كل المشاهدين تبع اليوم بما انه احنا هلا بشهر رمضان بتعرفي كثير طيب انه نشتغل بالشوربه. اليوم هيك عامله شوربه طيبه كثير، شوربه الريديس مع الكوكونات ميل يلي بدنا نضيف لها الثوم الباودر بالاضافه للجينجر باودر بالاضافه للكاري يلي بده يعطي نكهه طيبه، بصل بندوره، صح، بصل بندوره، ليدو كوكو، وبالاضافه لمرقه الدجاج اللي هي وصفه طيبه كثير ومن زتها. واكيد الريديس، نحن عم نحكي اليوم على شوربة الأريديس، وأهم شيء إنه ما نطحنها. أوكي. وصفتنا الثانية يلي كنا بدنا نشتغلها الأسبوع الماضي بس ما كان في وقت، يلي هي السلاد كيل يلي بدنا نفرمه صغير، بدنا نضيف له الشانكليش مع التمر مع الكرامبري مع الفرامبواز مع الفروي روج، بالإضافة كمان لصوص بلزاميك مع زيت الزيتون، عسل، وهون بدنا كمان نرجع نضيف الفروي روج على الصوص. هلا خلينا نبلش وصفتنا ستيفاني يلي هي السوق، اللي كان يوم عم نحكي على شوربة الأريديس يلي بطنجرة على نار، بدنا نوضع شوية من زيت الزيتون وبدنا نلوح بصلة كبيرة مفرومة صغيرة. نبدأ بالبصل، بدنا نبدأ بالبصل. اليوم حبينا نشتغل نحن قليينهم قبل، ملوحينهم قبل، وحبينا نشتغل بالثوم الباودر مش الثوم المفروم الصغير. أوكي، لكن احنا اليوم وصفتنا يمكن اصبط للشوربه، الشوربه صح، ما هيك نحن وعم نشربها نحس بالثوم بقى هيك نحس بالنكهه لحال. لكن عم نلوح مع زيت الزيتون بصله، اليوم ما كبرناها لانه عاملين كميه مش كثير كبيره، بدنا نلوح البصل على نار، بدنا نرجع نضيف البندوره. اليوم عم بحكي على بندوره نيه حمراء مقشره ومفرومه صغير. كيف بنقشرها قبل؟ بنعمل لها اكس من تحت، بنعملها اكس وبنرجع بنشيلها مثل ما فينا نغطسها بمي سخنه لمده كثير قليله هيك ساعتها بتقشر بسرعه. اوكي، لكن عم نلوح البصل. هلا هون في عنا طريقتين ستيفانية، كمان فينا نلوح البصل مع البندورة، نحط الكوكونات ميلك، نرجع نضيف مرقة الدجاج، نطحن الخليط وساعتها نرجع نضيف الأريديس مع البهارات، مثل ما فينا نتركهم على نار البصل يعني حسب واحد هون شو بحب. لكن عم نلوح البصل. أوكي. بدنا نرجع نضيف البندورة المقشرة فوالا. تري بيان. بتعرفي ستيفاني اليوم هيك طلعتي تبس ثاني وكمان وصفه ثانيه بهالوقت، اليوم وقفت بين وصفتين، يعني كان عبالي اعمل شوربه الأريديس، احنا هلا بشهر رمضان بنشتغل فيه الشوربه، نحن نطلع شوي من شوربه الفريكه والعدس والبندوره. هلا اليوم وقفت بين وصفتين، هيدي الوصفه يلي هلا عم نشتغلها يلي معموله من بصل من بندوره من كوكونات ميلك او حليب جوز الهند بالاضافه لمرقه الدجاج، وهون كثير مهم انه نضيف الكاري الجينجر باودر بالاضافه للثوم الباودر بالاضافه للبهار ابيض رشه من الملح والأريديس. اكيد اليوم عم نحن نشتغل على الأريديس المجلد، وهلا بنخبر المشاهدين يلي ما بحب المجلد الطازه كيف نشتغل. هلا في عنا هيدي الوصفه، وفي عنا وصفه ثانيه اللي هي الوصفه العاديه مثل كل الشوربات، يعني بطنجره على نار بدنا نضيف بصله مقطعه اربعات، بدنا نضيف شويه من الكرات، شويه من الكرافتس، راس من البطاطا، جزره، بدنا نلوح كل المقادير، نرجع منضيف الأريديس هون منلوحهم كلهم سوا، وعلى جنب بكون عنا مرقة الدجاج اللي هي بتلبق كتير على وصفتنا، منضيفهم عليهم منتركهم على نار لمدة 20 دقيقة وساعتها منطحن كل المقادير سوا ومنضيف لهم آخر شيء الكرانت فخاش. يعني هيدي كمان وصفة تانية طيبة. طيبة، بس اليوم حبينا نطلع شوي من العادة، من الكرات والكرافت، حليب جوز الهند، نشتغل بحليب جوز الهند.
اوكي. هلا بالنسبه للقريدي ستيفاني، خلينا نخبر شوي المشاهدين. انت بتعرف انه وقت نشتري القريدي المجلد بكون اوريدي هاف كوكت، يعني ما بده كثير على نار، بس وقت نشتري القريدي الطازه بكون بده وقت اكثر. هلا هون فينا نشتغل القريدي بطريقتين، فينا هون نلوح البصل، البندوره، القريديس على نار اذا ما بدنا نطحن، هون عم نحكي، مثل ما فينا نشويهم بقلب الفرن ونضيفهم على وصفتنا اخر شيء اذا عملنا نطحن البصل مع البندوره مع الكوكونات. بس بنخلي شقف القريديس، بنخلي شقف القريديس، بس بهالوقت بنكون اشتغلنا بالقريديس او لوحناهم على نار او اشتغلناهم بقلب الفرن. لكن عم نلوح بصل مع البندورة. هون كمان بدنا نرجع نقول ستيفاني انه كثير مهم انه البندورة تطبل، يعني كثير مهم انه تطبل كثير منيح لوقتها ناكلها دابلة على مضبوط. قد ايه بعد عندنا وقت ستيفاني؟ يلا هلا بيقولوا لنا لكن عم نلوح البصل مع البندورة. وهون بدنا نقول انه اذا اليوم ما عملنا نشتغل بالجنجر الباودر فينا نستخدم الفريش جنجر، يعني فينا نجيب شقفة من الجنجر اكيد نقشرها او نبرشها او نفرمها صغير ونضيفها على البصل والبندورة. هلا بدنا نضيف ملح، حليب، دغري الكوكونات، اخر شيء بدنا نضيف البهارات. بدنا نضيف، ممكن نضيف الكريم دو كوكو او لي دو كوكو. فوالا اوكي. لكن بصل، بندوره مفرومه، ليدو كوكو، بدنا نرجع نضيف هون مرقه الدجاج. هون على طول بنقول انه كل شوربه بنشتغلها، يعني انا اذا اشتغل شوربه الكراك، البندوره، الاسترش، حيلا نوع مرقة من الشوربه، كثير طيب انه نستخدم مرقه بالدجاج بالذات اللي بتعطي نكهه، يعني اطيب من مرقه اللحمه، اطيب من مرقه الخضره، حتى اطيب من انه نضيف لها بس مي. ستيفاني فوالا. لكن عم نشتغل بالبصل، بالبندورة الحمراء، حليب الكوكونات، حليب جوز الهند، مرقة الدجاج. هون بدنا نضيف القريديس تنخليهم يغلوا مع وصفتنا. إذا لاحظت إنه اليوم عم نشتغل بالقريديس الصغير، صح؟ فوالا. لانه بالشوربه مش طيب الريديس اذا كان كثير كبير، فينا شوي نحط ريديس اكبر بس مش الكبير. لكن يعني فينا نزين من الريديس الاكبر، صح. بس وقتها بدنا ناكل شوربه كثير مهم بالنص نجيب الريديس الصغير اكيد يلي بلا قشر يلي فينا دغري ناكله يعني، صح. هون بدنا نضيف الكاري يلي بدها تعطي نكهه كثير طيبه، جينجر باودر، جينجر باودر، زنجبيل، بودرة، يعني هي البهارات أكيد. بهار أبيض، رشة من البهار الأبيض، ما منكتر، ورشة من الملح. لكن نرجع نذكر انه وصفتنا اليوم هي شوربة القريديس اللي هي شوربة طيبة كثير. لوحنا البصل مع البندورة، رجعنا ضفنا حليب جوز الهند بالإضافة لمرقة، رجعنا ضفنا حليب جوز الهند بالإضافة لمرقة الدجاج. وهون بدنا نذكر انه
فينا نطحنهم ساعتها اذا ما عملنا ندوق منحس بطعمه البصل والبندوره، فينا نطحن المقادير قبل ما نضيف القريديس. وما بدنا ننسى ضفنا الكاري، ضفنا الجينجر باودر. نرجع نذكر انه فينا نستبدل الجينجر باودر بالجينجر الطازه يلي بنبرشه او نفرمه صغير. ضفنا توم باودر بالاضافه للملح والبهار الابيض. بدنا نترك كل المقادير على نار ننتقل للسلطة. حننسيون حنتركون حننتقل للسلاد يلي هي سلطة الكيل اليوم. صح، هي سلطة طيبة كتير وسهلة وسريعة كمان مع جبنة ال مع ال يوم احنا عم نحكي على الشنكيش ما عنا جبنة. لكن شو هي وصفتنا لليوم؟ هي هيك وصفة سهلة طيبة بدنا نقدمها دون ديفيري. أول شيء نحن اليوم اشتغلنا بالكيل، فرمناه كتير صغير ستيفاني لأنه قاسي، لأنه كتير قاسي ونقعته شوي بزيت الزيتون لأنه بتعرفي أنه الكيل وقت بتاكليه بكون قاسي، يعني بده شيء ليدبل. نقعني بزيت الزيتون على جنب. جبنا شنكيش مثل ما هي الشنكيشة، فرفطتها وتركتها على جنب. هون في عنا تمر أو بلح أو مشمش مفروم صغير تنشتغله. في عنا كرامبري. هلا اليوم هيك حبيت استخدم هالمقادير بس فينا نستبدل بمقادير تانية. في عنا طومات سوريز أو البندورة الكرزي المقطعة اثنين، وكمان يلي ضفنا لها شوية زيت زيتون. وهون في عنا فويروش، في عنا فرامبواز، فينا نشتغل بحي شيء نحن بنحبه. هلا شو هي وصفتنا من بعد ما فرمنا الكيل؟ وهون نقعناه بزيت الزيتون، بزيت الزيتون، وتنهين شوي على المشاهدين يلي ما بيحب الكيل أو ما بيلاقيه. فينا نستخدم الخس العادي، الايسبرغ، حيلا نوع من الخضر، حتى روكا بيبي بينار، يعني حيلا شيء فينا نستخدمه بهيدي الوصف. بدنا نضيف الشنكيش المفروم الصغير. فوالا. هون بدنا نضيف التين المجفف او المشمش او التمر او التين واتفر. شوية من الطماط سوريز أو البندورة الكرزية. فوالا. كرامبري كتير بيلبق طيب. هون بدنا نخلي الفوي روج للديكوراسيون. بدي وطي تحت الصوف شوي. يلا بدنا نمزج المقادير ونشتغل بالصوص. نرجع نحطهم ببالي. نحطهم بقلب بري. لكن نرجع منذكر أنه وصفتنا اليوم هي الكيل، الخس، السبانيخ، حيلا نوع من الخضار يلي منحبه مع الشنكليش. وهون بدي أقول أنه فينا نضيف الزيتون أو الزعتر الأخضر كمان ستيفاني بيطلع طيب. طيب يلي بحب الشنكليش أكيد بده يحب هالسلطة. وبدي كمان هون أعطي فكرة هيك سريعة، أنا بشتغلها أوقات بعزيمة، بعمل عجينة التارت المالحة نشتغلها بنخبزها بخبزها خبزة كاملة. هلأ إذا عنا وقت نعطيها سريعاً الروسات، هيدي الروسات. وهيدي السلاد مثل ما هي بضيفة على عجينة التارت كمان مع الصوص عليها بتطلع كتير طيبة. فوالا. ما بنحط الصوص قبل؟ لا هلا بدنا نحط الصوص، يعني فينا نتركهم على جنب. هلا حنشتغل بالصوص كمان لان هي الصوص طيبة كتير. بدنا نعلم المشاهدين كيف يعملوا الصوص لانه شو رح نحط فيها؟ نتركهم على جنب ونشتغل بالصوص. اليوم الصوص مع زيت زيتون، بلزاميك، عسل، رشة من الملح. عم اشتغل على النظر اكيد.
ازعجك بالملح ستيفاني؟ يا لكن عم نحكي على البلزاميك، على زيت الزيتون، رشة من الملح، رشة من بهار الأبيض، عسل، ملحة بهار، بوفر بلان، رشة هيك صغيرة، ولا هلا عليكي شو فينا نعمل كمان؟ فينا نعبي الفيرين صوص ونحط عليها خس، مثل ما فينا إذا بدنا كمان إنه نقدم الصوص. هلا بدنا نحط فيها شوية فري روج، يعني نحط فيها إذا بدنا نشتغلها على جنب نقدمها، فينا نضيف عليها شو ما بدنا، الفرامبواز، الغوزي، وات ايفر، الكرامبري، إذا أو بدنا نشتغلها بهيدي الطريقة ستيفاني إذا بعد عنا شوية وقت. فوالا. اوكي. حتى فينا نضيف الزيتون بيطلع كثير طيب مع ال تفري. فوالا. هون بدنا نزينها. فينا نقدم الصوصات على جنب مثل ما فينا نقدم، سوري ستيفاني. وقعنا كالعادة. وهلا هلا بنزينهم بعد نعبي وحدة. هنا حط شوية من الصوص. وهلا. لكينا حطينا كيل، حطينا بندورة كرزية، حطينا بلح، شنكليش، شنكليش اللي هي أهم شيء، و كرامبري، وعملنا الصوص تمام صح. وبنرجع بنذكر هون إنه فينا نضيف التين، المشمش، الجوز، اللوز، هاي الأشياء نحن بنحبه فينا نضيفه. فينا نقدم الصوص على جنب ما نحن بنحب. فينا نسكبها بصحن كمان، فينا نسكبها بجات للسلاد اكيد. اليوم نحن طلعت معنا بالفيرين بس اكيد فينا نستخدمها اجمل. فوالا. هون ستيفاني فينا نزين مثل ما بدنا. سا سي جولي. فينا نضيف الفرامبواز. فينا نضيف هيك تنعطي شوية كاشي لرمضان. حطو بإيدي. يعني فينا نعمل ميلانج، فينا نحط كرامبري، فينا نعمل. نحن رح ناخد سوا وقفة نرجع لكم ومنقدم لكم البرزنتيشن. رجعنا لكم. عملنا سلطة كيل مع شنكليش، ورجعنا عملنا اكيد شوربة مع القريدس والكوكونات. عم على الحرارة. عم تغلي. عم تغلي عم تقشط. ستيفاني خلينا هيك سريع نخبر شوي على اليوم نحن اشتغلنا من سلاد كيل، وهم نرجع نذكر المشاهدين اللي ما عم بيشتغل كيل او ما بيلاقيه متوفر. فينا نشتغل بالبيبي ابينار او بالروكا، بالخس الفرنجي، لولا راس، حالة نوع من الخس اللي بدنا نفرمه كثير صغير. بدنا نضيف الشنكليش اللي فرمناه،
وهون حبينا نضيف تين مجفف، جوز، لوز، تمر، كرامبري، فروي روج، فروي دو باسيون، واتافر. مزجنا كل المقادير سوا. اليوم حبينا نقدمهم بهالطريقه، بس اكيد فينا نقدمهم بجات الازاز العادي. والصوص اما بالنسبه للصوص، اليوم اشتغلنا بالبلزاميك مع زيت الزيتون مع العسل. واذا بدنا نشتغل مثل ما شفتي انه حطينا باول الفيرين شويه صوص، بعدين ضفنا الخس مثل ما فينا نقدمهم لحالهم. هلا هون مثل ما سبق وحكينا على الهوا انه هيدي وصفه انا كثير اوقات بقدمها بعجينه التارت المالحه. ما في ما قلت نقول انه التارت بلا بسرعه بسرعه. اليوم عم نحكي على نص كيلو من الطحين، نص كوب من الحليب السائل، 250 جرام من الزبده او كوب وربع من الزبده. وهون بدنا نذكر المشاهدين كثير مهم الزبده ما تكون سخنه ابدا، بنشيلها من البراد قبل بساعه، رشه من الملح، بندعك المقادير كلهم سوا وبنمدها بنخبزها خبزه كامله لمده 15-17 دقيقه، بنرجع بنضيف عليها هي ومسقعه السلاد وبنقدمها. ثانك يو دلال. ثانك يو لك. بنرجع بنشوفك الاسبوع الجاي. الله يرحمك.